احنا اليوم في هاد المحطه ديال المؤتمر الحادي عشر كيبين الدور اللي كيلعبوه النساء الاتحاديات اللي حاضرات في جميع الاجهزه ديال الحزب، وهما الى جانب بيان سور الشباب. وهذا كنلمسوه بزاف الكلمه ديال الكاتب الوطني الاخ الشكر. فعلا كاين تشبيب، فعلا كاين النساء اللي حاضرين بقوه، ونساء ديال جميع القطاعات، ونساء اللي عندهم مناصب، واللي عندهم اللي داروا اضافات مهمه للحزب. وكنتمناو ان شاء الله ان هذه الانطلاقه هذه ديال هذا الحزب هذا يكون انطلاقه لاعاده الهيكله وضخ ديناميه جديده في الحزب من اجل مواصله العمل ديالو السياسي. وكنتمناو ايضا ان المكتب السياسي والتنفيذيه ديال المراه تزيد ترتفع في جميع المؤسسات. اليوم حنا بصدد المؤتمر بواحد التنظيم اللي حكمت علينا الظروف الجائحه اللي كاينه حاليا بالبلد ديالنا، اننا نكونوا عدد قليل خلاف على المؤتمرات السابقه. عندنا منصه هنا اللي كاينه في اباط، اللي فيها الناس المؤتمرين عند اباط اللي كاينين موجودين. الحمد لله تدوز في ظروف ديمقراطيه وظروف جيده للغايه. بالنسبه للكلمه الافتتاحيه، كما سمعنا ولاحظنا جميعا بان هناك توجه جديد للحزب، توجه اللي فيه تشبيب الحزب، فيه توجه اللي فيه نعطيو مرتبة جيدة أحسن للتمثيلية النسائية، اللي ما هو اللي حكمت علينا الظروف ديال الكوفيد والجائحة العالمية، أننا يولي عندنا أقمنة حتى في الأجهزة الحزبية ديالنا. وحنا قمنا، تنظن نحن الحزب الأول اللي دار المؤتمر ديالو بهذه الطريقة هذه. وحد الآن الحمد لله المؤتمر ناجح، وحتى من ناحية الترشيحات ولا التصويت ولا الفرز غادي يكونوا في المنصات الجهوية، اللي كاينين 12 منصة في المملكة المغربية وثلاثة منصات في اسبانيا وايطاليا وفرنسا. هو اللي كاين ان علاش ما كايناش حده، لان المؤتمرين هما مقسومين على حسب انتماءات الجهويه ديالهم، حسب الجهات. في بعض الاحيان تيكون مؤتمر وطني مجموع، تيكون واحد المنافسه ما بين الجهات اللي تعطي بان تكون ذاك الحده ديال النقاش. الان بما ان كاين منصات جهويه، دونك ما تلاحظوش هذا النقاش الحاد اللي تيكون.